مساء الخير عليكم، معكم الفنان شعبي حميد المرضي. تحياتي لكل الجماهير المغربية داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. تنبغي نوصل لكم واحد الميساج اللي هو ميساج شعبي محض 100% بحكمي كفنان شعبي أنتمي إلى الأسرة الفنية الشعبية، وتلقيت دعوة من الفنان المبدع الأسطورة الكبير جدا وكنحترمه وكنكنو ليه كل احترام وتقدير سي عبد العزيز الساتي، بحكم يعني هاد العرس ما يسمى بعرس يعني شعبي 100%. وسي عبد العزيز الساتي كنقولوا ليه بوجور، خلق واحد الحدث واحد الموجه وخلق واحد يعني واحد ملعب فين دور فيه الحلقه ودور فيه الكره، وعطى فرصه لبزاف ديال الفنانين اللي كانوا رمز الاغنيه الشعبيه وتنساو، وميم طول واحد النخبه اللي كتساير العصر الجديد والحقبه اللي كنعيشوا فيها دابا حاليا. دونك في الف تحيه لعبد العزيز الساتي على هاد الفكره جميله جدا، وميم طول معاها افكار كبيره وكبيره بزاف بحكم الضم واحد المعرض الالات العتيقه اله الكمال، وميم طول خلق واحد المسابقه الفنانين سواء القدماء اللي كانوا تنساو في الساحه الفنيه سواء الفنانين اللي جايين ولا برزو في الساحه الفنيه ولا يلا كيقلبوا على الروح ديالهم كما كنقولوا. دونك هذه بادره طيبه، وكيحصل لي الشرف انني نكون من ضمن الفنانين المدعوين لهذه التظاهره الفنيه وهذا العرس. بالنسبه لهذه المشاركه كان استدعاني الاخ عبد العزيز الساتي مدالي صراحه، وكنت قبلت الدعوه وجينا باش نشاركوا معاهم في هذا المهرجان اللي هذه في الدوره الاولى ديالو. والتعلق ديالنا بالعرش العلوي المجيد، وكنبغي نشكر كاع الناس المغاربه اللي كيساندونا وكيدعمونا، وكنبغي نبارك لهم عيد الاضحى المبارك سعيد ان شاء الله.